برحب بيكم مشاهدينا الكرام في وقت جديد وحلقه جديده مع الدكتور اشرف عزمي وموضوع جديد برحب باتصالاتكم برحب بمداخلاتكم برحب باستفساراتكم حوالين موضوع هذا اليوم هل الكتاب المقدس اللي بين ايدينا كل ما فيه بكل حرف فيه بكل كلمه فيه موحى بها من الله ولا فقط احنا قدام حقائق موحى بها من الله لاناس ولأنبياء ولكل الرسل ولكل التلاميذ اللي صاغوا لينا وكتبوا لنا كل هذه الحقائق الروحيه الإلهيه فعلا من الله بس بأساليبهم هم هل احنا قدام نص مقدس؟ احنا مكتوب كلمه كبيره قوي على جلده الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بناخده كده مقدس زي ما هو كما تعلمنا وكما تعلمنا من معلمينا فهنشوف النهارده ودكتور اشرف عزمي النهارده هيكلمنا عن الصوره اللي ممكن تكون جديد عليك ممكن تكون اول مره تسمعها هي النظريات الخاطئه عن فهم هذا الموضوع هنستفيد اكتر وهنعرف اكتر حوالين هذا الموضوع ادعوك عزيزي المشاهد آه انك تركز معايا ولو تقدر تتراسلنا او تتكلم معانا النهارده في الوقت اللي بنقضيه معاك يكون آه تتصل بينا في عنوان التليفون موجود على الشاشه منتظرين تليفوناتك منتظرين اسئلتك بشكرك دكتور اشرف عزمي من اجل اختيار طبعا. هذا الموضوع آه بشكرك اخ و... وانا كمان برحب بكل الاخوه المشاهدين وبيك <applause> وسعداء نحن احنا يعني نتكلم عن الموضوع المهم ده يمكن اتكلمنا عنه قبل كده مرات ومرات لكن منطلق من منطلق ايماننا بانه اهم عقيده على اساسها تبنى بقيه العقائد او تسقط بقيه العقائد هي نظرتنا للكتاب المقدس <applause> يعني طبعا كل عقائد المسيحيه مهمه <applause> لكن انا مش ممكن اعرف عن الله بعيد عن الكتاب المقدس مش ممكن اعرف عن المسيح وتجسده بعيد عن الكتاب المقدس مش ممكن اعرف عن عمله الفدائي وموته وقيامته بعيد عن الكتاب المقدس مش ممكن اعرف عن المجيء الثاني بعيد عن الكتاب المقدس مش ممكن اعرف عن الروح القدس بعيد عن الكتاب المقدس فالكتاب المقدس يعني نظرتي لي وفهمي لمفهوم الوحي م. في الكتاب المقدس يا إما على أساسه تبنى بقية العقائد يا إما على أساسه تهدم بقية العقائد. عشان كده أول عقيدة هاجمها الكتاب م... اللي اتهاجمت ال... ال... في الكتاب المقدس أول عقيدة بدأ إبليس يشكك فيها الإنسان أحقا قال الله. أوه. يعني ليه؟ لأنه وانس إن أنت بدأت تشك إنه الكلام كلام الله ولا مش كلام الله م. انت بقيت الامور بقى واحده ورا واحده تبدا ايه تتسلسل اه ورا بعض, بعض. عشان كده المهم جدا ان احنا ناكد ايماننا بالكتاب المقدس ونأكد فهمنا اه بالوحي الالهي م. في المسيحيه وكلمنا اه المره اللي فاتت عن مفهوم الاعلان الالهي انا بس حابب قبل ما ندخل في الموضوع اه نوضح حاجه مهمه قوي ايه اهميه طرحنا مره تانية الموضوع ده حضرتك اتكلمت فيه قبل كده طبعا باستفاضه بس انا حابب آه كل اللي بيتابعنا يعرف ليه بالذات الموضوع ده بنعيده تاني في هذه الازمنه وهذه الاوقات وايه اهميه اعادته تاني لينا في الوقت ده لانه آه في في آه لغط لاهوتي حاصل تدي فكره حاصل عمّة. وفي افكار آه آه كتير بتتقال النهارده آه غير كتابيه عن الكتاب المقدس البعض بيدعي ان الكتاب المقدس مش كله موحى به البعض بيدعي ان الكتاب المقدس موحى في الامور الروحيه اما الامور التاريخيه والجغرافيه والانساب الى اخره فده ممكن يحتمل في الخطا البعض بيدعي انه الكتاب جزء منه موحى وجزء مش موحى فدي كلها افكار مطروحه النهارده على الساحه وبيسمعها وبي بي بي شبابنا سواء في مصر او في البلاد العربية الأفكار يعني الكلام دي موجودة الكلام ده موجود في المنطقة العربية طبعا موجود ده الكلام ده موجود من زمان, في موجود دا دا موجود من زمان. آه يعني في العالم الغربي لكنه مع الانفتاح الشديد والميديا والتطور اللي حاصل اصبحت الافكار دي بتتنقل بسهولة جدا والبعض بيجد فيها ملاذ وبيجد فيها مخرج آه ل آه للايمان بـ 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 بالنص وبي حرفية النص مم. فعلى أساسه ممكن ينكر فكرة الخلق إن الله خلق وعلى أساسه ممكن يقبل فكرة التطور مم. على أساسه ممكن يرفض فكرة الخطية الأصلية وسقوط الإنسان على أساسه ممكن يفسر عمل المسيح بطريقة تتناسب معاه مم. فكل الأفكار دي زي ما قلت مبنية على نظرتك للكتاب المقدس عشان كده من أهم الأمور اللي احنا بنرجع لها مرة تاني وبنأكدها مم. مرة ومرات وما عندناش مشكلة لأن التكرار الرب كان بيكرر حاجات أكيد كتيرة أكيد لأهميتها مم فإحنا عندما نكرر شيء ونأكده فاحنا لأهمية هذا الموضوع فأنا حابب النهاردة اتكلم عن النظريات الخاطئة عن الوحي الخاطئة الخاطئة يعني في حاجات كتيرة ممكن يقول إيه تقدر تعرف شيء ممكن اعرف شيء بانه ليس بالنفي ان يعني اقول انه الشيء ده مش هو كذا ومش هو كذا ومش هو كذا يبقى في الاخر هو, هو كذا. كذا فانا هبدا النهارده بان انا اتكلم شويه عن النظريات الخاطئه والنظريات دي متداوله واللي بيتابع فينا على النت والسوشيال ميديا والقنوات الاخرى يعرف انه متداوله الافكار دي وهناك فعلا لخبطه لاهوتيه حصله متداوله من جوه المسيحيه متداولة من جوه المسيحيه, المسيحية؟ متداوله جوه المسيحيه جوه. وبالاخص وسط الشباب م. في افكار كتيرة من هذه الافكار اللي انا اتكلم عنها النهارده م. وناس يعني يقال عليهم انهم لاهوتيين وممكن يكونوا اساتذه بيعلموا لاهوت الى اخره او بيكتبوا كتب فممكن كمان الافكار دي بتاعتهم بتلاقيها موجوده في الكتب اللي موجوده الكتب المسيحيه الموجوده المتداوله جوه الكتب المسيحيه جوه الكتب المسيحيه للاسف ف آه. يعني شيء شيء وارد و... وموجود وحلو ان احنا نناقشه وحلو م. ان احنا نقول ان الفكره دي ليه هي كده بتقول م. ايه وايه الاخطاء وال... والمخاطر بتاعت قبولنا لكل فكره من النظريات اللي نتكلم عنها النظريات الخاطئه عن عن الواحد اوكي تفضل. ف... أنا عارف إنه ممكن يكون الموضوع شوية مم. يعني ليه طابع أكاديمي مم. ومش ممكن كل مش مش كل الناس حتى المشاهدين ممكن يبقى يعني انترستد للموضوع لكن الموضوع مشوق لكن الموضوع مهم لأنه أولادنا وشبابنا والأجيال اللي جاية <applause> فحلو إن احنا نعرف يعني من فترة ما كانش في نقاش عن تاريخية آدم مم. عن التكوين أم التطور النهارده بقت الموضوعات دي متاحة بالزبط. وموجودة م. وتناقش طبعا. في مؤتمرات وفي جلسات بالزبط. وفي حوارات حتى في حوارات الآباء مع اولادهم م. أصبحت الموضوعات دي مطروحة حلو أو إن احنا سواء كنا آباء إن احنا نعرف ما هو صح وما هو طبعا. خطأ طبعا وإن كنا شباب بندور على المعرفة م. وندور على الفكر الكتابي الصح اللي نقدر نقف فيه ونتمسك به يبقى حلو ان احنا برضو نتابع الحلقات دي بالعكس ده انا بايد كلام حضرتك جدا لانه الاباء وال والامهات هم اللي بيتعرضوا للاسئله هم اللي بيتسالوا بنسمع كذا بيبقاش عندهم اجابه فانا شايف انه دي مواضيع مهمه للكبار قبل قبل الشباب آه. كمان و... وهتفيدنا كلنا يعني بجميع الاعمار ما فيش سن معين هو اللي هيستفاد اللي منها وسن لا يعني. طبعا م. ونشكر ربنا انه يعني احنا في قناه الحياه آه يعني آه بنهتم كما بنهتم بتوصيل رساله المسيح للبعيدين آه الغير مؤمنين آه وبالاخص من الجانب الاسلامي، م. كمان بنهتم بالكنيسه المحليه وبنهتم ايضا ببناء المؤمنين لان طبعا. لما يكون عندك مؤمن مبني صح واقف على ارض صلبه انت عندك كارز للمسيح يقدر انه يجيب ويجاوب على كل الاسئله اللي ممكن بيوجهها المتشكك في الكتاب المقدس فده ده شيء مهم جدا ايضا اكيد فاتكلم عن النظريات خاطئه عن الوحي المسيحي م. والحلقه اللي جايه هخصصها كلها عن الفكر الكتابي الصح عن الوحي الجانب الصح الجانب الصح عن الوحي م. فأكلم عن النظريات الخاطئه. أول حاجة نسميها الوحي الطبيعي، هي طبعًا حتى كلمة وحي ما ينفعش تتقال على النظرية دي، لكن ممكن أقول الإلهام الطبيعي. إلهام. يعني آه لأنه أصحاب هذه النظرية بيقولوا إيه؟ يعني الكتاب المقدس دون اللي بين إيدينا هو في أوله أو آخره كتاب آه أدبي بشري. كويس؟ آه كتبه كتاب آه آه ملهمين عندهم نوع من الموهبة في الكتابة فداود زي أي شاعر كتب شعر كويس وموسى كأي موثق للقوانين كتب الناموس كتب ال... ده هم طبعا مش بيؤمنوا أنه موسى كتب بس يعني أنا بفترض يعني أنه انه انه, إنه, إنه ممكن يقول انه موسى كتب فاصحاب النظريه دي بيقولوا انه ما في فيش شيء خارق في الكتاب المقدس في شيء فوق طبيعي كويس كل دي كتابات طبيعية زي ما شكسبير كتب وزي ما هومر كتب وزي ما دانتي كتب يعني الكتاب كتبوا فلا يوجد شيء خارق بالنسبة للكتاب المقدس الحاجة الثانية الوحي هو إلهام وهي دي نقطة مهمة جدا أنه الوحي في نظرهم هو مجرد إلهام زي ما بتجيلك كده كشاعر أن أنت تبقى ملهم بقصيدة معينة فيبدأ الذهن يصيغ الفكره ويضعها في قالب شعري منسق جميل يخرج فدي ده ده الالهام طب مين الملهم؟ ما هو فكره الملهم دي موهبه الالهام دي موهبه يعني انا انا مش شاعر ولا رسام بس ممكن انت تكون رسام كويس انت مرنم مثلا فانت عندك مقدره على كتابه الترانيم انا ما عنديش المقدره على كتابه الترانيم فانت م. لما تكتب ترانيم ده ما تقولش عليه وحي ده انت تقول عليه ان انت عندك الموهبه الفلانيه انك تكتب فالكتاب الكتاب المقدس عندهم المواهب والوذنات البشريه زي م. اي كاتب بشري م. اللي عندهم الملكه كويس الملكة. انه يكتب فكتب زي ما شكسبير كتب وزي ما هومر كتب وزي ما آه آه يعني انيس منصور بيكتب وزي ما أه نجيب محفوظ كتب فدول كتبوا فاحنا ليه نقول عليه وحي ليه نقول عليه انه كتاب الهي هو كتاب مش الهي هو يعني كتاب بشري يعني حضرتك باختصار عايز تقول لنا ان اصحاب هذه النظريه بيقولوا ان احنا نتعامل مع الكتاب المقدس <applause> كتاب أدبي. كتاب ادبي لاي اديب بالظبط زي, زي ما بتمسك محفوظ طه حسين زي ما بتمسك اي كتاب مثلا النهارده لم تمسك مثلا قصيده لطه حسين كتاب لطه حسين تقرا ممكن يبقى فيه صح وممكن يبقى فيه الغلط ممكن فاخد يبقى... اللي انا عايزه بالضبط وارفض اللي انا عايزه لان ده انسان في النهايه اللي في كاتب النهايه انسان ومش كلام مقدس بالظبط آه. فده ده بيسموه يعني الوحي الطبيعي او آه. اللي هي الالهام الطبيعي إنه بيجي نتيجة الملكة اللي عندك الطبيعية اللي موجودة عندك عشان كده سموه آه الكتاب المقدس كتاب بشري م. وليس كتاب آه الله له دور فيه م. فهو بشري من أوله لأخره وبشري فده اللي بيدعيه البعض بيدعيه البعض حتى جوه أنا مش بقول إنه إنه دول يعني على فكرة اللي بيؤمن بالفكر ده آه آه يعني آه آه لما نقول مسيحي لا يعني أنه هو مختبر المسيحيه. م. لما اقول مسيحي بمعنى انه ممكن يبقى ينتمي الى المسيحيه. مولود من اب يعني. من اب وام مسيحيين او انه آه آه بيدرس لاهوت آه كاكل عيش م. يعني هو ده شغله يعني زي ما بي في ناس مدرسين لكتابات شكسبير وكتابات ارسطو في ناس ممكن تاخد دكتوراه في الكتابات كتاب مقدس وتدرس الكتاب المقدس بالشكل ده. فلا يعني انه مؤمن مختبر لكن لما بتكلم على مسيحيين بتكلم على انه الفكره العامه اللي موجوده طيب لانه الفكر يعني. الـ الفكر البشري هو معادي لكل ما هو الهي م. فبالتالي هو عايز ينزع الكتاب المقدس من ما هو الهي يعني ينتزع من منه كل ما هو الهي فيبقى عندي كتاب مجرد بشري كده مش هيبقى كتاب مقدس كده هيبقى يعني يعني نزعت منه قدسيته هو بيعتبر اه يعني هو بيعتبر ان الكتاب المقدس كتاب على قمه الكتب الادبيه. مكتبه ادبيه رائعه يعني يعني تفوق شكسبير وهومر وغيره 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 هو بيعتبره انه على قمه الهرم آه الـ الـ الادبي آه للكتابات الادبيه. ويحتمل الاخطاء ويحتمل, ويحتمل الأخطاء. النقد نعم. ويحتمل كل شيء. يعني زي زي مثلا في لاهوتي الماني اسمه معروف اسمه رودف بولتمان م. وبولتمان ليه كتابات كتير جدا وللاسف معظم الفكر الـ الـ الالماني اتاثر بيه والفكر الغربي كمان اتاثر بيه بولتمان قال انه لازم نفصل ما بين الاسطوره وما بين النص الكتابي م. فكل ما هو فوق طبيعي في الكتاب المقدس اطلق عليه انه اسم اسطوره كويس فمثلا الميلاد العزراوي ده اسطوره انزعه التجسد فكره التجسد ده اسطوره انزعها قيامه المسيح ده اسطوره انزعها صعود المسيح للسماء دي اسطوره انزعها مجيء المسيح الثاني دي اسطوره انزعها فكره او عقيده الثالوث دي اسطوره انزعها فكره العبور البحر الاحمر وشق البحر دي اسطورة انزعها فكرة إن الله يهتم بشعبه ويديله من 40 سنة، دي اسطورة انزعها فبقي عنده في الكتاب المقدس عنده إيه بقى؟ يتبقى إيه؟ ما ما بقاش حاجة <applause> يعني يعني نزعنا يعني كل الإيمان المسيحي كده يعني <applause> ف لأنه المنطلق إيه؟ المنطلق هو الفكر البشري، م. كل ما يتعارض مع فكري ولا لا أستطيع أن أقبله آه كفكر، يعني أنا حطيت فكري أو المنطق البشري فوق الكتاب المقدس كويس فكل ما يتعارض معاه ده بطلعه بره انا هقبل بس الافكار اللي تتماشى مع عقلي انما فكره انه المسيح ياخد خمس خبزات وسمكتين و... ويصلي ويدي للتلاميذ ويوزعوا وياكل خمس آلاف راجل يعني بغير النساء والاطفال يعني حوالي عشرين الف واحد بالعدد البسيط ان ياكلوا بعدين يجمعوا في الاخر 12 قفه ده ما ايه الكلام ده ده لا 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 ما, هو ما احنا لو دي. قدام شخص عادي نقول صح ان دي خرافات ما هو دي حاجات ما تخش العقل ما هو الفكره ايه قدام شخص بيطرق. غير عادي اذا وانس... قدام نتائج م. غير طبيعيه طيب وانس ان انت شكيت في ده م. هو بالنسبه له المسيح كمان م. شخص عادي وانه اللي اتكتب عن المسيح ها في الاناجيل ده, ده ده فكر التلاميذ اللي هم مؤمنين بيه لكن ده مش المسيح الحقيقي وعشان كده يعني ال 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 الشك في الكتاب المقدس كبدايه بتؤدي بينا الى يعني دواير بتمشي، يعني يعني انت بتشك في الكتاب المقدس، فاولًا بتنكر الخلق، بعد كده بتنكر السقوط، بعد كده بتنكر الخطية، بعد كده بتفسر موت المسيح تفسير بشري، بعد كده بتبدأ تشك في مين؟ في لاهوت المسيح يعني يعني نتيجة الشك في الكتاب المقدس وصل انه في الغرب مثلا معروف قوي مدرسة مشهورة يعني مدرسة فكرية لما اتكلم انه لا احنا المسيح اللي هنا ده سموه مسيح الايمان. That's that's Jesus of faith. يعني ايه؟ يعني ده المسيح اللي آمن بيه بولس وبطرس ويوحنا فهم كتبوا من منطلق إيماني. لكن المسيح الحقيقي Jesus of history بقى. احنا ما ندورش عليه في كتاب مقدس احنا نروح ندور عليه في كتابات اخرى موجوده في ذلك الوقت كتبها ناس غير مؤمنين ففصلوا بين المسيح التاريخي وبين المسيح الايمان مع انه المسيح التاريخي هو مسيح الايمان يعني يعني بس هي الفكره البشريه ايه البشريه وانس ان انت بدات تشك في ده انت ما عندكش ثابت طب في سؤالي. وانس ان انت طعنت في الكتاب المقدس انت لا يوجد عندك ثابت تقدر تبني عليه اي فكر طب طب يعني في سؤال منطقي جدا في الوقت ده لازم يتسال يعني المسيح التاريخي ومسيح الايمان هل هو الله ما هو هو مش هو مش مشغل بالموضوع ده يعني. لو 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 ما هو هو لو هو لو وصلنا للنقطه دي يبقى نتوقع من الله اي شيء هو بالنسبه يشبع له لا لا, يشبع لا لا طبعا يشبع. طبعا ال 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 المنطلق بتاعه انه التلاميذ قدموه على انه الله التلاميذ يس yes. طب هو ايمانه ايه؟ طبعًا. صاحب المدرسه دي او النظريه دي؟ اصحاب المدرسه دي طبعا اذا بي... كان بينكر كل شيء فبالتالي بينكر ايضا لاهوت المسيح عشان كده لما ب... انا يعني انا انا متوقع ال... انه ال... الدايره اللي جايه الكلام حضرتك بتقوله ده خطير جدا أنا... انا عارف الدايره اللي جايه في مجتمعاتنا العربيه وفي بلادنا وفي الوسط المسيحي هي دايره الشك في المسيح لانه بدانا الشك في الكتاب فطبيعي هنوصل يعني عارف ايه؟ انت 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 هتنتج يعني هتحصد انت دلوقتي زرعت الشك في الكلمه يبقى قدامك ايه بعد كده هتشك في المسيح هتشك في المسيح طب, في المسيح طب هل الكلام ده بيدرس هل الكلام ده بيعلم الكلام ده للاسف بعض ال... بعض المدرسين بي... بيؤمنوا بيه وبيعلموه ومش هذكر اسماء لانه انا يعني مش حابب أه اتكلم عن اسماء لان هذه الاسماء يعني اعتقد ذكر ليها ممكن يديها قيمه اكبر من قيمتها فمش حابب انه اتكلم عن الاسماء لكنه اصبح الكلام عنها موجود اصبح اصبحت الساحه مفتوحه ل يعني انا قلت عباره من اصبح للاسف اصبحنا ندافع عن الكتاب المقدس ونجاوب مش على اسئله الاخوه المسلمين النهارده كان يمكن من عشر سنين كان كل تركيزنا على اسئله الاخوه المسلمين، لكن النهارده اصبح كمان بنجاوب على اسئله المتشككين المسيحيين اللي جوه الكنائس. طبعا الاخوه المسلمين كل اسئلتهم جابوها منين؟ جابوها من اللاهوت الليبرالي. يعني yeah. الـ 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 سواء يعني مصطفى محمود او او كل اللي كتبوا ينتقدوا الكتاب المقدس من حتى احمد ديدات وغيره هم مش خلاقين يعني هم ال هو مش مفكر هو هو يدور ويجيب فكانت الكتب دي كلها موجوده كل اللاهوتيين الالمان وغيره من اللاهوتيين الليبراليين كانوا كتبوا عن المواضيع دي فهو كل اللي عمله ايه انه جمع ويستشهد الاعتراضات ويقول لك طب في اعتراض يعني يعني المسلم اللي بيناقش هو لا اساسا لا يعرف عبري ولا يعرف يوناني ولا ولا درس مخطوطات ولا درس اي حاجه بس هو جاب يقول لك المخطوطه الفلانيه بتقول كذا والمخطوطه الفلانيه بتقول هو جابها منين جابها من كتب ليبرالز <مم> يعني اللي هم اللي بحثوا في الكتاب وبحثوا في المخطوطات بالزبط وكتبوا على الاعتراضات وكتبوا على دي. دي طبعا على دي ليها رد كل دي ليها ردود يعني <مم> يعني احنا النهارده يعني طبعا يعني إيه عشان بس الناس ما توش معانا احنا النهارده بنتكلم على على اصحاب النظريات الخاطئه للكتاب المقدس او عن الوحي في المسيحيه. الحلقه الجايه هنتكلم عن الصوره الصحيحه بقى بالزبط. هناخد يعني لها حلقه كامله هنستفيد فيها اكتر ونوضح فيها اكتر لكن انا بالفكرة... مش عايزك تتصدم يعني انا مش عايز الناس تتصدم معايا <applause> لان ده موجود الصدمه موجوده لانه مم. يعني انا مثلا نزلت مصر اربع خمس مرات خلال الست سبع شهور اللي فاتوا دول مم. ف ف عارف اللي موجود على الـ على الـ على الارض ايه <applause> حتى الكتاب في البدء كان كان في احتياج كبير انه نكتب حاجه عن تكوين واحد الى 11 فالفكره الفكره في المدرسه دي المدرسه الواحد طبيعي ارجع ليها مره تاني الفكره ليها ايه؟ الفكره ليها انه الكتاب المقدس لا يحتوي على الحق المطلق لكنه كتاب بشري م. فانا دلوقتي ما بقاش عندي ما بقاش عندي حق مطلق انا دلوقتي عندي ايه؟ نسبي يعني يعني ممكن العباره دي اقول عليها عباره صح، والعباره دي اقول عليها عباره غلط، فأنا دلوقتي كل الحقائق اللي عندي أصبحت نسبية. أصبحت غير مطلقة. م. يعني سواء كإيماني م. كإيمانيات م. أو كسلوكيات الاثنين فأصبح الـ الإيمان نسبي ويعني الـ فأنت إيه أؤمن زي ما تؤمن بقى. أؤمن المسيح كذا، أؤمن كذا كذا يعني م. يعني هي دي الـ, الـ فالنظرية الطبيعية دي بتتجاهل العنصر الإلهي الذي يؤكده الكتاب المقدس ودي ده أمر خطير جدا ليه؟ لأنه الكتاب المقدس شهد عن نفسه يعني الكتاب المقدس مش إن النهاردة أنا باجي بشهد عنه أنا يعني الكتاب المقدس هو بيشهد عن نفسه أي وثيقة تقدر تعرف إنه كانت بتشهد عن نفسها ولا لا الكتاب المقدس بيحمل شهادة داخلية عن نفسه عن إنه هو كلمة الله ف خلينا اقول حاجه تاني وانا هكتب هتكلم شويه عن اللي ال... 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 بيأكدوا كتاب المقدس لكن هنا في الفكر البشري م. يعتبر يعتبر ال... 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 الانسان اهم من الانتاج يعني م. يعني آ... شكسبير كتب لينا فشكسبير يعتبر اهم من اللي كتبه آ... مثلا دافنشي كتب فيعتبر كتابات اللي كتب الشخص نفسه اهم من الكتابه مم. مايكل انجلو مايكل كفنان يعتبر أق... أق... اهم من ال... الرسومات بتاعته آه... ف... ال... ال... يعني كل ال... كل ال... 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 الانسان اهم من الانتاج يعني احمد شوقي اهم من القصائد اللي كتبها آه... آه... يعني نجيب محفوظ اهم من ال... الأدب من الادب اللي كتبه مم. دول ده كله معروف عالميا لما م. تيجي لكتاب الكتاب, الكتاب المقدس العكس موجود بمعنى ايه هم كانوا ينظروا للنص اللي مكتوب على انه اهم منهم ذو قيمه اعلى منهم له سلطان فوقهم يعني 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 النص المكتوب هو اهم من الكاتب لانه كانوا بيؤمنوا كل الكتاب انه هذا النص كتب بارشاد من الروح القدس يعني يعني واضحه الفكره؟ فالنصوص ال 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 نفسها كتاب الاسفار المقدسه كانوا ينظروا الى ما كتبوا ها على انه له سلطان عليهم وعلى الكنيسه وعشان كده كان لابد ان يخضعوا للمكتوب م. كويس؟ الحاجه الثانيه يعني أي حضرتك تقصد انه الكاتب وليكن متى مثلا متى الرسول هو اناء بالظبط استلم وحي وكتب, وكتب بارشاد الروح القدس فالناتج أوه. الناتج النص اللي مكتوب ده هو ناقل هو يخضع له هو خاضع وناقل ليه وناقل ليه بس هو يخضع له هذا النص له سلطان فوقه بالظبط واضحه الفكره واضحه الحاجه الثانيه العكس لو... على اي كتابات تانية العكس على اي كتابات ثانيه الكاتب اي شاعر بقى قديم بالظبط هو يقدر يغير في النص زي ما هو فيه. عايز ويعمل ايديتنج ليه يعني انا النهارده مثلا كتبت كتاب في البدء، كويس انا ممكن اخد كتاب ده اعمل له اغير فيه اشيل فيه احط فيه انا الكاتب يعني يعني كتير يعني جدا كتاب روحيين كتبوا كتابات وبعدين قالوا هنعمل نسخه تانية توضيحيه اكتر وفيه اجزاء اتشالت لانها كانت خطا وبنعترف بيها حصلت يعني ودي النقطه الثانيه الكاتب يا بيتر المحترف اللي عنده الوزنة كويس مع الوقت والخبرة كتاباته بتتطور ورسوماته مم. بتتحسن بس يعني 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 بيستفد. بيستفاد بيستفاد يعني دايما دايما اقول لك انه الكتاب اللي انتجه في البداية ده ممكن الكتاب اللي كتبه في نهاية حياته هو يعتبر ايه مم. ملخص مم. لخبرته كلها ولحياته حتى اللي بيرسم مم. إيه 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 مع الوقت الخبره بتزداد والموهبه بتتطور اللي بيرسم اللي بيعزف اللي بيعزف, اللي بيعزف آه كتاب الكتاب المقدس لو هم ملهمين مم طب ليه ما كتبوش حاجه تاني مم يعني يعني مثلا ما هو بقى هيقعد طول حياته يكتب مم. يعني اشعياء مم. هو ليه ضيع حياته يكتب لنا سفر؟ مم. طب ليه ما كتبش اربع خمس عشر اسفار؟ موسى ليه بس كتب خمس اسفار؟ ما موسى اذا كان تهذب بكل حكمه المصريين ده يستطيع انه يكتب عشرات الاسفار وممكن يكتب اكثر من اللي كتبه مم. ارميه آه متى يوحنا يعني عايز اقول انه مم. انه الالهام مش, مش 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 انتاج واحد الالهام حياه يعني مثلا خلينا اقول ماهر فايز بما انه خالك يعني هو محبوب طبعا للكل ماهر لانه ربنا مديله الوزنه والموهبه سواء كمرنم وكعازف وككاتب انت كم ترنيمه الاف الاف اه الاف كويس ومع الوقت الترنيم بتبقى فيها عمق لاهوتي اكتر وفيها بعد خبره اكتر ولمسه روحيه اعمق يعني يعني لأنه يعني هو كبر اكتر روحيا بالظبط وعرف اكتر فهل هل اللي كتبه ده وحي؟ ده الهام كويس؟ ده دي وزنة يعني آه يعني اتكتبت وهو بيعبد وبيصلي والرب يعني اداله الوزنه دي انه يفيد بيها الكنيسه ويبني بيها الكنيسه هو ممكن نقول اداله الفكره الروحيه اداله الفكره الروحيه وصاغ وصاغه وصاغ بالظبط انما انما اللي كتبه مثلا ماهر ده مش وحي الكتاب الكتاب الاناجيل والكتاب الكتاب المقدس لو هو كان كل حياتهم قعدوا يعملوا ايه كانوا كتبوا انتك. كتير قوي كويس وده ده غير الموجود الحاجه الثانيه بقى المدرسه دي بتجهل تاكيد الكتاب المقدس من ان مصدره هو الله يعني الكتاب المقدس نفسه م. بيؤكد بكل وضوح ان مصدره هو الله م. وانه لهذا هو كتاب مميز يعني مثلا انا اتكلم عن الايه دي بالتفصيل لما اجي للوحي بحسب المفهوم الكتابي كل الكتاب هو موحى به من الله يعني هو انفاس الله يعني الكتاب المقدس هو انفاس الله كمان لما نيجي لجزء اخر يقول يعني لنا أنا بس قبل في من, بطرس من الايه دي مهمه جدا الايه دي اللي موجوده في رساله بولس الرسول الى تيمساوس الثانيه 3, 3 16 3 16 كل الكتاب كل الكتاب ما قالش بعض الكتاب لا لا. او اجزاء من الكتاب قال كل الكتاب هو موحى واستخدم هنا اللفظ اللي حضرتك بتناقشه النهارده هو ال الم... الل... ال الله أن... موحى بيه يعني ده من الله كله من اوله من الجلده دي للجلده دي بالظبط عشان كده لما يجي بطرس يكلمني يقول ايه؟ يقول لانه لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان يعني مش انا لان انا عايز اتنبئ فبتيجي النبوه ان انا اتنبئ لا ده الله هو اللي استخدم الانبياء كإناء عشان يوصل بكلمته بل تكلم أناس الله القديسون ما لهم بقى مسوقين من الروح القدس وده الوحي ومش أي أناس ده الوحي مش أي أناس مش أي أناس دول مسوقين من الروح القدس كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس تحت سلطان وسيادة الروح القدس في كل ما كتبوا فكل ما كتبوا كان الذي قصد الرب أن يكون وأن يكتب طب اللي بيتبنوا النظرية دي بينظروا إزاي للنصين دول واضحين وضوح الشمس يعني ما هو هقول لك يعني إذا كان هو بيشك في أولا كتابات متى ومرقس ولوقا ويوحنا بيقول لك دول كتبوها نتيجة الإيمان بتاعهم م. فبالتالي هم هو بيقول لك ده بيعبر عن إيمانهم لكنه يعني مش ممكن يبقى صح يعني يعبر عن إيمانه زي ما هو عايز يعني خلي بولس وبطرس يعبروا عن إيمانهم بس مين اللي قالك ان بولس وبطرس صح ده موضوع تاني بقى <applause> يعني هو بيعتبر ان الاشخاص دول بولس وبطرس مش مقدسين لا لا هو بالنسبه له ده كتاب بشر مع انه الكتاب قال ان هم موثوقين قبل ما يقول ان هم موثوقين آه. من الروح القدس قال تكلم اناس الله القديسين <applause> طب احنا قدام اشخاص عاديين ولا اشخاص مختارين آه يعني آه ومميزين ومفروزين ل... لنقل الوحي الالهي؟ ده دي, دي نظره بطرس اه دي نظرته دي نظره بطرس لكنه آه ممكن يكون بطرس صح وممكن يكون غلط طب وهو بالنسبه له بطرس غلط طب ده مش بيفتح لنا الباب او بيوارب لنا باب ملوش نهايه زي ما حضرتك قلت حلقات دي بتقود لدي ودي بتقود لدي وأعتب من ادخل من البوابه دي انه بطرس مش غلط وبولس مش غلط اذا اللي بيقولوه مش غلط اذا اوصل للحد المسيح اه طبعا أو يقودني الحد القيامة ويقودني القيامة للقيامه ويقودني لحد الشك في في لب وجوهر المسيحيه طيب خليني بما انك انت مصدوم اكمل صدمتك طيب <applause> هي النهارده هنغير اسم الحلقه نخليها صدمات. حلقه الصدمات <applause> آه لما تيجي للمسيح م. يعني مثلا ليت سي انه آه المسيح اتكلم عن ادم م. فأي سؤال في البدء خلقهما ذكرا وانثى من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ليكون جسدا واحدا. واتكلم عن نوح. م. قال انه ايام نوح كانوا يزوجون ويتزوجون م. فهكذا ايضا يكون ايه مجيء ابن الانسان, الإنسان. وتكلم عن يونان وقال انه كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث ايام هكذا يكون ايضا ابن الانسان يعني في بطن الارض ثلاث ايام ثلاث ليالي. بالنسبه لللاهوت الليبرالي ادم مش شخصيه تاريخيه و... ونوح اسطوره طوفان اسطوره ويونان ما فيش حوت بلع انسان اللي انت بتقوله ده لا يونان دي, دي قصه رمزيه كويس لما تيجي بقى تقول له والحوت قصه اه ما الحوت مش ما مش حقيقه يعني الحوت ده رمزي مش تاريخي يعني لا 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 لا, لا 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 يعني دي قصه رمزيه قصه كده من الفولكلور الشعبي فولكلور اه, آه خدها الكاتب ووصل بيها وصل بيها الحقيقه الروحيه ان ربنا بيحب اهل النوم وعايزهم يتوبوا لما تيجي تساله بقى تقول له طب ما الرب يسوع شهد عن ادم والرب يسوع اتكلم عن نوح نوح والرب يسوع اتكلم عن, يونان يونان المصيبه انا بعتبرها مصيبه بكل المقاييس مصيبه ضمني. يقول لك اصل المسيح كان ابن عصره وزمانه يعني ايه؟ يعني معلوماته ما يقدرش ان هو تخرج عن الثقافه العامه اللي كانت موجوده عند الناس فبما انه الثقافه العامه اللي كانت موجوده عند الناس كانوا معتقدين انه ادم شخصيه تاريخيه فهو اعتبرها كده لكن هو مش كده بما انه الناس كانت معتقده ان نوح شخصيه تاريخيه فهو اعتقد ايضا انه شخصيه تاريخيه لكن هو مش كده بما انه الناس كانت قبلة فكره انه يونان يبلع من حوت الى اخره فهو تم... هو ما غيرش مفاهيم الناس هو تماشى في فكره مع فكر الناس حتى حتى اخراج الشياطين خلينا مش حاجه حتى اخراج الشياطين مفيش حاجه اسمها شياطين دي كلها امراض نفسيه بس الناس ما كانتش عارفه انه دي امراض نفسيه ثواني عليا آه. ما كانتش الناس عارفه انه دي امراض نفسيه كانت الناس بت... دايما بتنسب الامور دي الى ارواح فالمسيح عندما اتى تماشى في فكره مع الناس طيب اشمعنا في النقط دي بالتحديد تماشى المسيح مع افكار الناس في هذا العصر وفي امور تانية كان بيهدها وبينقضها وبيغير مفاهيمهم تماما ودخل الهيكل وقلب الموائد الصريفه وقيل لكم اما انا فاقول لكم وكل اللي احنا عارفينه ده اللي كان المسيح بيهده وكان بيلغيه عن ما قبله وحط قواعد جديده في امور اشمعنا في النقط دي بالذات اللي سابهم على هو لأن على هم, هم عايزينه في النقط دي يتماشى مع ثقافه الناس هما مش قابلين انه ادم شخصيه تاريخيه ولا نوح شخصيه تاريخيه ولا يونان شخصيه تاريخيه ولا الاحداث اللي حصلت مع ادم ولا الاحداث اللي حصلت مع نوح ولا الاحداث اللي حصلت مع يونان تبقى احداث تاريخيه هما مش قابلينها فبالتالي المخرج الوحيد ان لما تقول انه المسيح نفسه عندما شهد عن هؤلاء كانت شهادته حق يقول لك لا اصل المسيح كان في فكره وفي ثقافته ابن عصره فما يقدرش يتجاوز هذه الافكار انا اول مره اسمع العباره دي ابن عصره دي إيه ابن عصره اوكي وهو لا يعلم انه لما بيقول كده هو بيطعن في اهم شيء في شخصيه المسيح وهو لاهوت المسيح لانه ان كان المسيح ان كان ادم شخصيه غير تاريخيه والمسيح قال عنه شخصية تاريخية يبقى المسيح ليس كل المعرفة وإن كان يونان شخصية غير تاريخية والطوفان لم يحدث والمسيح قال عنه انه هو حدث وانه يونان شخصيه تاريخيه يبقى المسيح ليس كلي المعرفه ويبقى كده المسيح بياكد لنا اكاذيب بالضبط يعني خرافات انا, أنا هي بقولك, بقولك هي دايره بالظبط هي دي بتودي ودي بتودي الدائره الدائره هتمشي هلاقي نفسي قدام الشك في المسيح بالظبط اش كده يقول لك ايه لما تيجي تقول لهم يا جماعه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده خطر يعني انت دلوقتي بتشك في المسيح يقول لك لا 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 احنا مش بنشك في المسيح ده موضوع مختلف عن ده لا هو هو موضوع مرتبط بده ده مرتبط بده ما تقدرش تفصلها الحلقات دي زي ما حضرتك مش هتفصل. لو تفتكر في بدايه حلقاتنا لما كنا بنتكلم عن ادم وحضرتك قلت حاجه مهمه جدا برضو شبيهه للي احنا بنقوله قلت انه هنبتدي بالشك في ادم يبقى اذا الدائرة هتكمل. جاء بدون الدايره هتكمل بالظبط سواء اردت ام لم ترد الدايره هتكمل ليه؟ لانها كملت قبل كده مش مش بس مش بس احنا منطقيا هتكمل لإن إحنا شفناها أنا كمان شفتها ها في في دراستي وفي معيش شفتها في أشخاص أكيد بلاد اتكررت يعني وفي مدارس لاهوتية اتكررت هي 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 أنت بتمشي العجل هتمشي أنت هتشك في ده ما عندكش أساس وأنت أنت شكيت في كلمة ربنا أنت ما عندكش أساس يعني هي بتبدأ باللفظ والكلمة وإنه الكلمة, وإن الكلمة مش موحى بيها واللفظ مش موحى بيه إبليس آه. إبليس ذكي إبليس مم. عارف مم. يعني إبليس مش هيجي يقول لك آه مثلا آه ما تؤمنش إن المسيح هو إبن الله الكلمة المتجسد إبليس يعمل إيه؟ مم. يشككك في الكلمة اللي بتقول لك وبتأكد لك ومسجل فيها إن المسيح هو إبن الله المتجسد لأن أنت ما عندكش غير المصدر ده فأنت فأنت وبدأت تشك مم. فأنت الكلام بالظبط زي آدم وحواء أحقا قال الله أه. يعني يعني هل ده حصل فعلا؟ هل فعلا ربنا قال أنا إذا كده؟ فابتدينا نشك اذا كنت بدات بقى تشك اشمعنى هتشك في الاول جزء ازاي هتشك في اول جزء مم. في مثلا سفر التكوين؟ مم. لا ده كتاب على بعضه اذا شكيت في سفر التكوين طب ما انت اوكي انت عندك الكتاب واحده واحده مم. يبقى هتشك في الباقي ما انت يعني يعني ايش ضمنك اذا كان وانا دايما اقول العباره دي إذا أخطأ موسى في واحدة فيما كتب وأخطأ متى في واحدة فيما كتب وأخطأ بولس في واحدة فيما كتب وأخطأ يوحنا في واحدة فيما كتب إيش ضمنك إن الباقي صح أنت النهاردة جيت قلت لي أسيس أشرف أنا عايزك تقبل دي كلها أنا كاتبها بس كل دي مليانة حقائق كي ماشي جيت اقراها لقيت اول حقيقه مش حقيقه. ايش ضمني ان الباقي؟ طيب انا حقيقة؟ ممكن انا ممكن امشي مع مع كلام حضرتك واشك في متى بيكلمني عن المسيح، ماشي مين اللي بيتكلم؟ متى او لوقا او مرقص. <applause> وهو اللي بيقول لي المسيح راح وجه وعمل وشفى وقوم من موتى وفتح العميان حلو قوي ده مين اللي بيقول الكلام ده متى ممكن اشك في كلامه عن اللي شافه واقول اش ضمّني ان متى شاف او لوقا او مرقس لكن لما الرب يسوع نفسه يتكلم انا هو القيامه والحياه انا هو الباب انا هو الخبز الحي النازل من السماء مين اللي بيتكلم هنا المسيح نفسه اشك كمان فيه طب ايه 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 هنا يعني الدليل <applause> يعني في آه في مثلا انا مش عايز اشغل اشغلك بال بال باللي حاصل بس آه في مثلا مجموعه كبيره حتى من علماء العهد الجديد آه يطلقوا على انفسهم آه اسم جيسوس سيمينار أو سيمينار المسيح او يسوع ودول علماء وواخدين درجات علميه في العهد الجديد بي اتش دي يعني مش 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 شهادات بتتباع ب 50 دولار ولا ب 100 دولار يعني شهاده معتبره يعني اكاديميه دكتوراه اكاديميه يعني. بس هم مش مؤمنين انه الاناجيل دي صادقه فهم بيقعدوا مع بعض بيقعدوا حوالي يمكن اربع مرات في السنه يعني كل ثلاث شهور بيقعدوا مع بعض الكلام ده في المنطقة هنا العربية؟ هنا هنا في الغرب في الغرب م. م. ولما بيقعدوا مع بعض بياخدوا مثلا لسه ناخد إنجيل متى م. م. وكلام المسيح في الموعظه على الجبل طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات دين يناقشوها الكلام العبارة دي قالها المسيح ولا ما قالهاش المسيح كويس فيحطوا كل الاحتمالات وبعدين في الاخر تعملوا فوت. يصوتوا. انت بتهز راسك. <applause> انا مستغرب الحقيقه كل الكلام ده يعني يثير الدهشه. وبعدين بصراحة. يحطوا يعملوا فوت. فممكن يوصلوا في الفوت انه لا 100% certainly المسيح قالها. فيحطوا ليها لون. انا مش مش حاطط الالوان في دماغي دلوقتي بس لما كنتش اتكلم عنها بس ايه بيتحط مثلا ليها ليت سي بتحط ليها اللون. الأحمر م. أو الأبيض خلي المية في المية دي أبيض م. كويس لو عندهم شك إنه 75% قالها المسيح 25% ما قالهاش يحطوها بلون رمادي م. لو 50% قالها 50% ما قالهاش كويس يحطوها بلون أحمر م. لو المسيح ما قالهاش هم بيعملوا فوت كويس بعد ما يدرسوها يعملوا فوت لو المسيح ما قالهاش في بالنسبة لهم يحطوها بلون اسود مثلا غامق. طب بيس. فين مصدر الشك اللي هو المسيح قالها إيه؟ بنفسه؟ الخطورة يا بيتر اه انه الانسان بيرفض سلطان الله فنصب نفسه هو الحكم. دي 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 يعني يعني من من البداية تكونان كالله طب وانا ايه اللي ايه اللي ما يخلينيش ابقى زي الله بقى عندي سلطان انا بقى دلوقتي انا سلطاني فوق الكتاب المقدس فوق سلطان كلمه الله فانا بما أن سلطاني فوق الكتاب المقدس انا اللي قرر مش هو اللي قرر لي انا اللي قرر اذا كان ده صح ولا غلط انا اللي قرر كويس عشان وقت الحلقه اه طبعا احنا أنا ما خلصناش يعني. غير مدرسه واحده احنا نقطه نقطه مش هنخلص <applause> خلينا اخلص المدرسه الثانيه لان المدرسه دي برضو خطيره جدا م. وهي المدرسه الاكثر انتشارا في وسط عدد كبير من الشباب في مجتمعنا اللي هي وحي الوحي الفكره الفكرة او المفهوم, أو المفهوم. بمعنى بمعنى ايه م. الله اداني الفكره م. ككاتب انا افترض مثلا انا موسى م. ربنا اداني الفكره م. وداني قال لي موسى انا الخالق كويس فموسى قعد يكتب الفكره هي الاساس هي الاساس اللي كتبه بقى موسى ده الحواشي دي كلها صياغته هو بقى صياغته هو اه بالفاظه بعباراته مش بس بالفاظه وعباراته دون تدخل من الله وسياده من الله في اللفظ اللي بيكتبه في اللفظ اللي بيكتبه هو بس اداله الفكره فبالتالي ممكن يكون العباره اللي قالها غلط مم. لكن الفكره صح هو كل اللي قاله له انه انا الخالق بالظبط ما دي الفكره دي اللي فكره اللي كمان اصحاب نظريه التطور وانكار مم. تاريخيه ادم بيقولوا لنا لا هي في خد خد الفكره الفكره اللاهوتيه الاساسيه ربنا اللي اداها لموسى انه انا الخالق موسى بقى كتب وقال الله ليكن نور وفي اليوم الاول حصل كذا وفي اليوم الثاني حصل كذا وفي اليوم الثالث ده كله دون تدخل الله ده كله ثقافه موسى المتاثره بالثقافات الوثنيه الاخرى مم. وبهذا ممكن تكون خطا لكنها لا تؤثر على الفكره اللاهوتيه صح اه يعني الفكره واضحه بس هو ممكن يكتب باسلوبه فيغلط بالظبط يعني فبالتالي ده ده ده, ده وحي. اصحاب المدرسه اه ده 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 انه اللي اللي, اللي موحى بيه هو الفكره بس بالظبط آه. ودي على فكره يعني عايز اقول انه انه المدرسه دي كمان آه ليها اساتذتها في مصر كمان يعني في الوسط ال... 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 بتاعنا ليها مش عايز اقول لكن ال... الوسط بتاعنا آه ليها الفكره دي من ينادي بيها ويعلم بيها انه لا يشمل الوحي اختيار الكلمات التي اختارها الكاتب للتعبير عن الفكره التي اعلنها الله للكاتب ولهذا فالخطا وارد في كلمات الكاتب البشري لانها كلمات بشر بحسب فكر بشر ما ممكن واحد يقول لحضرتك مثلا سؤال منطقي جدا يقول لك طيب انا كلامي صح لانه الاناجيل مختلفه في صياغه حتى نفس المواضيع المشتركه ما بين الاربع انجيل كل واحد شافها من زاويه <applause> كل واحد شاف معجزه اشباع ال 5000 من زاويه كل واحد كتب بطريقته في المعجزات والى اخره ممكن واحد يقول لحضرتك انه في احداث ذكرت في انجيل وما ذكرتش في انجيل صح. يبقى اذا هنا في تدخل بشري في صياغه الاحداث وصياغه وكتابه وتدوين كل المعجزات اللي هي اللي حصلت ممكن آه حاجات كتير هقول يعني. لك مم. مثلا خليني احنا عملنا حلقة الأسبوع اللي فات عن عيد الشكر مم. كويس وانت خدت فيها كام ترنيمة وكم تأمل و... و... وعملنا الحلقة تمام جه مثلا حد قال لي ممكن تكتب لنا تقرير عن الحلقة اللي حصلت مم. عايزينك تكتب تقرير عن حلقة الأسبوع اللي فات آه آه ف... أنا كشخص كتبت قلت إنه ناقشنا الفكرة اللاهوتية كذا والفكرة اللاهوتية كذا، الفكرة اللاهوتية كذا والنص الكتابي كذا و... اهتمامي كان كله بالموضوع بال... بال اه بالموضوع لأن أنا عايز أوصل ال... 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 اللي أنا كتبته ده لي... لناس مهتمين بالموضوع ده م. أنت مجموعة المرنمين قالوا لك بيتر اكتب لنا تقرير عن الحلقة هلا فتكتب لهم انا خدت اللحن الفلاني وطورت في اللحن الفلاني خليته كذا آه. واللحن الفلاني ده الترانيم كانت كذا كذا, كذا, كذا كذا كويس انا وانت ما تعارضناش كويس لم نتعارض انت كتبت بغرض وانا كتبت بغرض احنا الاثنين كملنا بعض لم نتعارض يعني ما فيش واحد من تلاميذ المسيح قال انه ان المسيح ولد من عذراء والتاني قال لا ما ولدش من عذراء اه دي الحاجات اللي هي كويس يوحنا قال, قال ما ذكرش ولاده المسيح من عذراء يوحنا ذكر ازليه المسيح اه ليه آه. لانه عايز يكتب عن لاهوت المسيح مم. كويس متى كتب عن تجسد الكلمه المسيح ابن داود بحسب الجسد فكان لازم يكتب لنا عن دخوله الى العالم وعن انه من نسل داوود فهل هل يوحنا ومتى تعارض معا لا الاثنين كملوا بعض بس الغرض من الكتابه كان مختلف وبالتالي كانت selections للاحداث مختلفه عن التاني طب سؤال ثاني برضو يعني ممكن يتسال في المنطقه دي مهم م. جدا لما نيجي نلاقي الترجمات اللي في العالم كله ترجمه ترجمه الكتاب المقدس بالعربيه وبالانجليزيه وبالالمانيه والفرنسيه نيجي نلاقي مش بس الموضوع اختلاف لغه لا ده في اختلاف كمان في ترجمه المعنى نفسه فايت. يعني مثلا والكلمه صار جسدا عندنا في الترجمة العربية سارة جسدا ففي ناس طبعا بتهاجم الكتاب المقدس أو بتطلع أخطاء أو كلام زي ده يقول لك سارة في اللغة العربية تفيد التحويل ويبقى أنتوا بتتكلموا على إنسان كان حاجة وبقى حاجة والكلمة كان حاجة تانية وبعدين سارة دي تفيد التحويل لكن في اللغة اليونانية الأصلية هي لبس أو اتخذ جسدا كويس الترجمة ده موضوع كبير أوي آه. ليه لأنه يعني الترجمة عمل بشري م. وبما انه على العمل البشري فممكن اصيب في اختيار الدقيق لترجمه كلمه وممكن يكون في كلمه اخرى ادق بس انا ما اخترتهاش. كويس؟ الترجمه عمل بشري عشان ممكن نجد الاختلاف لكن المهم قوي أيوة. ارجع للنص اليوناني. أوه. النص اليوناني بيقول ايه؟ والكلمه اللي استخدمت هنا بتعني ايه؟ والناس فهمت منها ايه؟ وقصد الكاتب من استخدامه للكلمه دي ايه؟ هو ده اللي يهم. كويس وبعدين دور في الواقع بتاع النهارده الكلمه اللي عندي باللغه العربيه التي تقدم نفس المعنى اللي قصده يوحنا هي ايه؟ طب ما حضرتك دلوقتي قلت حاجه برضو مهمه يعني انه احنا في النهايه رحنا للمعنى واهتمامنا كله بالمعنى المعنى الكلمه اه المعنى في النهايه كلمة. برضو بندور يعني على المعنى مثل يعني مثلا يعني مثلا هاخد مثلا كلمه ايه؟ يعني ان ارخي مثلا كتبها كتبها يوحنا في البدء كويس هل ان ارخيف البدء دي هي نفسها الكلمه اللي استلمها كان مو... لا موسى؟ اللي كان بيعنيها موسى لما كتب في البدء يعني هل لما كتب في البدء خلق الله؟ لانه بدء موسى له بدء م. انما بدء الكلمه لم يكن له بدء فهنا المعنى اللي عايز يوصله يوحنا انه قبل ان يكون البدء موجودا كان الكلمه موجود م. ده المعنى اللي عايز يوصله فما اقدرش فانا فعرفت انه كلمه ان ارخي اقدر اترجمها بالشكل دوت بحطها ازاي بقى دي ده موضوع ترجمه آه موضوع كبير مرهق ومتعب وفي مدارس مختلفه كتير لكن وانا عندي الامانه يوم ما يوحنا كتب ان ارخي كتبها تحت سلطان وسيادة الروح القدس وهي الكلمة التي قصد الله أن تكون في النص وليس غيرها أنا مش عايز أدخل في تفاصيل دراسية ليه في الموضوع بالترجمة أنا بس عايز أشاور على حاجة لأنه ممكن الأسئلة دي تطرح طب أنا عندي عشر دقايق عايزين طيب. أوكي أوكي خلاص <applause> أنا أنا طيب. هنعمل حلقة عن لأن الترجمة. دي, دي أسئلة بتسأل في الموضوع ده كتير أوكي ف... فدي دي فكرة ال... من المستحيل طبعا يعني لما نتكلم عن فكره انه الله اوحى بالفكره وبعدين ترك الكاتب يكتب باسلوبه بكلماته طبعا من المستحيل من رابع المستحيلات انك تفصل الفكره عن الكلمه م. يعني يعني النهارده انا مثلا ايه عايز اوصل لك فكره يا بيتر مثلا عن انه الكتاب المقدس هو مو حبيب من الله م. انا مش بقولك الكتاب المقدس مو حبيب من الله وسيبك بقول لك على فكره الكتاب المقدس مو حبيب من الله والنص الفلاني بيقول كذا، والنص الفلاني بيقول كذا، والنص الفلاني بيقول كذا، والمدارس التفسيريه الغلط بتقول كذا، والمدرسه التفسيريه صح بتقول كذا، م. أنا عملت إيه؟ وصلت لك الفكرة م. بإيه؟ بكلمات، م. أنا مش بوصل الكلمة بإشارات، أنا مش الله عندما وصل الفكرة وصلها بكلمات، الله م. نطق بكلمات مم. وهذه الكلمات هي اللي كتبها ايضا الكاتب تحت سلطان الروح القدس مسوقين ببقى. مسوقين عشان كده لما تمام. نيجي لهنا يقول الروح القدس يحفظ ويعصم الكاتب من الخطا فلا يسمح له ابدا بتدوين اي فكره صحيحه بتعبيرات وكلمات خاطئه مش ممكن مم. يعني يعني في الوثائق اي وثيقه سواء كانت وثيقه قانونيه, قانونية اجتماعيه مدنيه الكلمه اللفظ مهم مم. احنا النهارده لما نحب نطلع بيان مثلا مم. او عقد او عقد مثلا بنراجع كل كلمه ليه؟ لانه الكلمه اللفظ نفسه مهم، اللفظ نفسه مهم، مم. اللفظ ممكن ياخدك شمال او ياخدك يمين، نفس اللفظ، مم. مم. كويس؟ عشان كده لما نيجي نظره الرب يسوع وكذلك تلاميذ تلاميذه الرسل عن الوحي هو ان الوحي لا يشمل فقط الافكار بل الكلمات ايضا فأني الحق اقول لكم إلى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف, حرف واحد, واحد او نقطه واحده م. من الناموس حتى يكون الكل م. نقطه واحده او حرف واحد لما نيجي بقى حاجه تانية فضل. شوف بقى الرسول بولس هنا يقول الرسول بولس هنا لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه احنا مش بنتكلم باقوال تعلمها حكمه انسانيه بل بما يعلمه الروح القدس وكلمه اقوال هنا في الترجم... بعد الترجمات بعض الترجمات كلمات كلمات م. كويس الحاجه الثانيه قوله عن اليهود اللي آه. اللي ربنا استامنهم على ال... الاسفار المقدسه استؤمنوا لا على افكار الله بل على اقوال الله يقول استؤمنوا على اقوال الله ليه ما قالش افكار الله؟ م. لا استأمنوا على اقوال الله وايضا ما قاله استفانوس عن موسى قب... قبل من الله اقوالا كلمات م. حيه ليعطينا ده, إياها. ده اكتر من مره وداود يعني. كمان يقول روح الرب تكلم بي وكلمته كلمته مم. وليس افكار وليس افكاره مم. على لساني مم. يبقى ده الوحي ايه ده الوحي اللي النظريه الخطيه اللي بتقول ان الوحي هو مجرد فكره وربنا مم. ترك للكاتب يعبر بيها عن عشان كده ممكن ربنا حب يقول عن الدينونه فترك نوح يكتب عن يقتبس اسطورة من الأساطير ويكتب عنها عنها الدينونة مم. كويس تمام. طبعا ده فكر خاطئ الوحي الاملائي بقى الاخير مم. الوحي ده بيلغي فكرة انه يكون في عنصر بشري وده يمكن الاسلامي اكتر آه انه بيلغي الجانب البشري تمام. نازل من فوق مم. بيملي عليك تمام آه طبعا في نصوص خلينا اقول في نصوص عندنا كاملة إملائية يعني يعني العلويين مثلا الشرائع م. مش, مش تأليف موسى يعني م. م. انا كمان اؤمن انه تكوين واحد اثنين وثلاثه املائي لانه ما كانش حد موجود عند الخلق ولا عند ادم وحواء كويس ولا حتى ايام يعني قايين وغير الاسره وحدها م. فانا اؤمن ان دول اصحاب دي اصحابات املائيه النظريه دي بتتجاهل الجانب البشري، كمان بتتجاهل انه الله بيعد الانسان علشان يكون اداه يكتب بيها. بتتجاهل اختلاف الاسلوب، يعني القرآن عندك كله مثلا يعني ميه واحده، كويس؟ انما الكتاب مقدس فيه شعر وفي ادب وفي في نثر وفي تاريخ وفي حكمه وفي سجلات يعني كل واحد كتب باسلوب تتجاهل ان بعض الكتاب كتبوا ما توصلت إليه ابحاثهم م. يعني تواريخ والانساب والحاجات دي كلها دي كلها مراجع استخدموها في الكتابه اتكلم عن الوحي الجزئي بما انه دي رابع نظريه دي رابع نظريه الوحي مش كل كتاب موحى في جزء كتاب موحى به وفي جزء ايه مش موحى به فالكتاب البعض بيقول لك ايه الكتاب ليس هو كلمه الله كلام كده كبير قوي الكتاب ليس كلمه الله لكن الكتاب يشهد عن كلمه الله يا فرحتي يعني فهو بالنسبه له يعني حتى حتى آآ يعني معروف انه آآ كارل بارت واحد من اللاهوتين الاوروبيين السويسريين الكتاب المقدس يشهد عن كلمه الله لكنه ليس كلمه الله. م. بمعنى ايه؟ بمعنى انا لما النهارده جيت اقرا النص ده اقعد اقرا قرار لحد لما الاقي فيه ايه تلمسني يبقى دي هي كلمه الله. م. فالكتاب شهد عن كلمه الله. م. دي نظريه فيس. طبعا خاطئه طبعا نظريه لانه جعل الانسان هو الحكم. آه. الكتاب ليس مجرد بس شاهد على كلمه الله لكنه الكتاب هو كلمه الله. في دقيقه واحده م. او اقل من دقيقه النظريه الخامسه. النظريه الخامسه. عشان يبقى قفلنا الموضوع النظريه الخامسه بتقول الوحي روح بمعنى ايه؟ كل ما يتعلق بالامور الروحيه موحى بها، اما ما يتعلق بالتاريخ والانساب والعلم وال... والامور الثانيه فده مش آه. آه. اه ده كله مش موحى به. آه. النظريه دي طبعا خاطئه جدا الحاجات يعني اللي بنجي بنقرا إن أنا أردع... بنعديها دي لانه صعب ان انت تفصل ما بين ما هو تاريخ وما هو روح يعني مثلا انا اؤمن بالميلاد العذراوي كويس؟ ده روحي امر روحي. مم. طيب آه آه كان في شخص اسمه يوسف وكانت في انسانه اسمها مريم وكان مريم وجدت حبلة بالروح القدس ونزل طلع أمر من من قيصر أنه يكتتب كل المسكونة ونزلوا إلى مدينة بيت لحم ده تاريخي ولا روحي؟ تاريخي طيب إذا أخطأ متى أو لؤى فيما هو تاريخي في إيش ضمنك أنه حتى الميلاد العزراوي حقيقي؟ تمام. طيب أنت دمرت الروحي لأنك أنكرت التاريخي بشكرك يا دكتور اشرف يعني قدرنا على قد ما نقدر موضوع كبير عايز اكتر من ساعه عايز يتفرد له حلقات كتيره جدا علشان نكون بنغطي كل ما بيه بشكرك مره ثانيه يا دكتور اشرف بشكركم محبينا رحبك. في كل مكان مشاهدي برنامج عبر الكتاب الى ان نلتقي معكم في حلقه قادمه لكم مني كل الشكر